يقول بعض الناس يقول لا يجوز أن تدعو للحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بحفظه الله لا حول. إن هذا يدل على أنك تريد أن يفسد في الأرض. أنا أدعو أقول حفظه الله، أي حفظ الله فساده، أم حفظه الله في جميع شؤونه ودينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوصى ابن عباس؟ قال له احفظ الله يحفظك إذا دعوت لولي أمرك بقولك حفظه الله، هو دعوة له بالصلاة، دعوة له بالحفظ، ودعوة له بالهداية. لا شك أنه جائز أدام أنه مسلم وتحت إطار الإسلام، تدعو فتقول حفظه الله، وتدعو له بالصلاح، كل هذا أمر جائز وحث عليه أئمة السنة. جاء عن الفضيل بن عياض قال لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان قيل يا أبا علي فسر لنا ذلك، قال السلطان إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت الرعية، أما صلاحي أنا فلنفسي، أما صلاح هذا فللأمة كلها. وكان يقول وددت أني صنعت وليمة فدعوت خيار الناس فإذا قضوا أمرتهم أن يدعوا للسلطان. وقال البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، يعني بالصلاة والخير والحفظ والهداية كل أنواع الدعاء، فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وجاء للحسن البصري رحمه الله تعالى أنه يقول أسمع قوما يدعون على الحجاج مع ظلمه، فقال رحمه الله تعالى يا أيها الناس إنه ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، يعني أصلحوا ماذا؟ أنفسكم، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، لا تعارضوا هذه العقوبة بالخروج، ولكن عليكم السكينة والتضرع والدعاء، هذا هو الطريقة الشرعية لمعاملة ولاة الأمر. لذلك جاء أبي مجلز أبي إسحاق أنهم كانوا يقولون سب الولاة الحالقة، قالوا ما الحالقة؟ قال لا أقول حالقة الشعر وإنما تحلق الدين. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق من قولنا مظاهرات ماذا؟ سلمية، سب فقط اللسان. السلف قالوا الخوارج من يعني أعظم فرقهم القعدية، قعدية الذين يخرجون باللسان فقط، يحث ويشجع الناس على الخروج، يتكلم في المنابر على أخطاء الولاة، ثم إذا قيل له طيب أن تخرج لماذا لا تذهب، يأتي إلى شباب الإسلام وشباب المسلمين يأخذهم ويزج بهم في مواطن الفتن، خالفون ولاة أمرهم ويذهبون يقتلون في بلدان تعرفون ما يحصل فيها من الفتن، لا أمن ولا أمان. وإذا جئت له لماذا لا تخرج أنت؟ قل لك أنا ضعيف، من للشباب هنا؟ من الذي يحثهم؟ طيب أنت ما تخرج؟ أخرج أولادك، لماذا تخرج شباب المسلمين وأولاد المسلمين؟ أخرج أولادك. لا ما يخرج أولادك، لماذا؟ لأن هؤلاء يقعدون ويحرضون، فإذا جاءت الثمرة ركبوها، وإذا لم تحصل الثمرة سلموا، كما هو الحال في المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو مبدأه. أما أهل السنة والجماعة كما قلنا يحثون على السمع والطاعة وعلى الدعاء لولاة الأمر بالصلاح، ويصلحون أنفسهم ويحثون على بذل أسباب صلاح ولاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث عياض بن غنم قال من كان ناصحا لذي سلطان فلا يؤذيه علانية، ما تتكلم فيه في المنابر والمجالس وتغتابه، فلا تؤذيه علانية ولكن لتأخذ بيده، فإن قبل
فنعم، إن لم يقبل أديت الذي عليك. نصيحة تكون سرا بينك وبينه، ليس على الملأ، كما قال ابن عباس: إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد كلمة عدل أو حق عند سلطان جاهل. ما قال في المسجد وفي المنابر وفي الجرائد، وين؟ قال عنده، اذهب إليه وانصحه إن كنت قادرا. هذه النصيحة الشرعية، والنصوص في هذا الباب كثيرة. وهؤلاء حالهم أخذوا قول كما يقال عوير وكسير، وتركوا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة الشرعية، كما قال ابن تيمية رحمه الله: جعلوا كتاب الله خلف ظهورهم، وإذا استدل يقول قال الأفضل. يترك النصوص الشرعية، آلاف النصوص والأدلة الشرعية التي تدل على هذه المسألة، ويأتي يأخذ قول فلان وعلان، تجده في بلاد الكفر في بريطانيا أو غيره، ويأتي ويحرض المسلمين على القيام على ولاة أمورهم. فهذا مبدأ الخوارج في القديم وفي الحديث. القرطبي رحمه الله تعالى يقول: ما خرج خارجي إلا أظهر الصلاح، ثم في عاقبة أمره يظهر زيف دعواه. في أول الأمر يتظاهر بماذا؟ الصلاح والإصلاح، لكن في النهاية يظهر أن الأمر كله دنيا، ومبدأ حزبي وسياسة فاجرة، ليست المسألة مسألة إصلاح وصلاح. لو أردت الصلاح والإصلاح لسلكت طريق الإصلاح الشرعي، ولم تسلك طريق الإصلاح الخارجي الشيطاني. هذا هو طريق الإصلاح الذي تحصل به الثمرة والنتيجة الشرعية.